بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا إخواني، اليوم هو خامس أيام عيد الفطر المبارك، ولعلي أهنئكم أو أهنئ المسلمين منكم والمسلمات بهذا العيد، ونقول نسأل الله أن يعيد هذا العيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير، وأن يعيده بالنصر والتمكين، رغم أننا والله العظيم في كل عيد ننزف جرحا جديدا لهذه الأمة، ولكننا متفائلون بنصر الله عز وجل. طبعا يا أخواني، أخبرتكم في التسجيل السابق أني سأحاول بإذن الله أن أخرج من بين أو من أمام أعين حكومة صنعاء، وتم بفضل الله عز وجل أن خرجت وتيسر لي الطريق، وهذا والله ما كان بحسن تدبير ولا بتخطيط ولا بذكاء مني، بل والله العظيم أنها كانت ميسرة، وهذا بفضل الله عز وجل وليس بشيء بفضل أي شيء آخر. فأولا تأخرت في التسجيل لعدة أسباب. السبب الأول أني قد أكون أنتظر أن يكون هناك رد من قبل جماعة الحوثيين، حيث أني أرسلت لهم رسالة وذكرت أننا نريد أن يكون بيننا وبينهم حوار، الحجة تقابلها الحجة أو مناظرة أو ما شابه ذلك. فبقيت وقلت لعل وعسى أن يكون هناك رد، ومع ذلك فكما توقعت لم يكن هناك أي رد ولم يكن هناك أي استجابة لهذا الأمر، لأني أعلم وقد لا يعلم البعض أنه لا يوجد لديهم ما يسمى بالعلماء، فهم لديهم المرجع الوحيد هو أبناء بدر الدين الحوثي، حسين الحوثي وعبد الملك الحوثي، أسيادهم كما يسمونهم، فهم لا يستطيع أن يقول حسين الحوثي أو عبد الملك الحوثي إلا أن يسبقها بسيدي، سيدي عبد الملك، سيدي حسين، سيدي عبد الملك. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما السيد هو الله، فما كان أحد من الصحابة يقول للرسول سيدي محمد أو سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فهم يقولونها وهو يقبل بهذا الأمر ولم ينكر عليهم ذلك. فانتظرت منهم أن يكون هناك رد، فما كان رد، لأني كما أخبرت ليس لديهم علماء، وكنت عندما أجلس مع بعض منهم يقول لدينا ثقافيين أو سياسيين، يعني لا يوجد هناك لديهم عالم في التفسير، في تفسير القرآن أو في علوم الفقه أو في علوم المصطلح الحديث أو في التوحيد أو في علم الجرح والتعديل، لا يوجد لديهم أصلا هذه العلوم أيضا، فهم يعني مذهب غريب وعجيب وجديد جدا، يعني لا يوجد لهم امتداد على التاريخ، ليسوا برافضة مع الإمامية ولا الاثني عشرية ولا ينتمون لطائفة الزيدية ولا إلى، هم يأخذون من هؤلاء ومن أولئك ومن ابن الجارود ومن، حتى أتوا بهذا الدين، حتى أيضا حسين الحوثي وأخيه عبد الملك لا يملكون نفس المنهج، أو قد يملكون لكن أحدهم لا يوضح، يعني عندما نذهب إلى ملازم حسين الحوثي تجدها كلها تتحدث في كل موضوع يتحدث فيه تطرق إلى عمر بن الخطاب وأبو بكر ومعاوية وسب الصحابة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أحيانا، وفتح المجال للعنهم وسبهم والقدح فيهم. وعندما تذهب إلى عبد الملك تجد أنه أبدا لا يتعرض لهذا الأمور. فكما قلت لكم العقيدة غريبة جدا
ومتناقضة ما بين الأخوين، رغم أن الرفض هو مبدأ واضح جدا، وإني أرى في عبد الملك يعني جبنا ليس فيه كما كان في أخيه. أخيه كان شجاعا في أن يظهر عقيدته، أما هذا فهو يحاول استعطاف أهل السنة والزيدية وأهل اليمن بشكل عام بأن لا يتحدث عن هؤلاء من أجل أن يستعطف العامة من الناس، فما وجدت منهم هذا. فيعني للأمانة والله إن أتحسف على بعض الأسماء التي أعرف الذين أعرفهم جيدا، وقد دار بيني وبينهم أكثر من نقاش، وهم لديهم يعني يتمنون توحيد صفوف المسلمين، لكنهم كان يجب عليهم قبل ذلك أن يعلموا أن عقيدتهم لن تتوحد مع أي طائفة من طوائف المسلمين حتى تتخلص من جميع الطوائف. فهم يعادون الإسلام والمسلمين، ويعادون مذهب أهل السنة، ويعادون مذهب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومذهب ابن تيمية والسلف، ويكذبون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون مسيرة قرآنية، ويضحك عليهم هؤلاء العلماء والمراجع الدينية لديهم بأن لدينا مسيرة قرآنية، يفسرون لهم القرآن كيفما شاءوا، ولا يطبقون القرآن ولا يتجاوزوا حناجره. يعني عندما تسمع لعبد الملك، يعني بعضهم كان يأتيني بخطب يقول استمع إلى هذه لعلها أن تؤثر فيني، فيأتيني ببعض الخطب التي تتحدث عن الصبر أو عن التقوى أو عن الإيمان أو كلام جميل جدا، لكن بهذه الطريقة سأستمع إلى السديس وإلى العلماء الذين في بلاد الحرمين، وسيتحدثون بأكثر عمقا وأكثر قبولا إذا كنا سننظر إلى هذا الجانب. فما الفرق بينه وبين أولئك إذا كان العقيدة ليست بعقيدة صافية ونقية، وليست بعقيدة موحدة لله عز وجل ومصدقة لما في كتب السنة؟ وإن كنتم تقولون أن البخاري وأبا هريرة وبعضا من الصحابة أنهم كاذبون في رواياتهم، فأتونا ما هو المرجع لديكم من أجل أن على الأقل نتجادل معكم ونتحاور. لا يوجد لديكم مرجع، المرجع فقط هي الأحاديث التي تعجبكم فتأخذونها وتستنبطونها من البخاري ومسلم وغيرها، فلا يوجد لديكم مرجع. وكما ذكرت أن كتب الشيعة وكتب ابن القمي والكاظمي لا يوجد هناك صلة بينها وبين عصر الصحابة فيكون هناك مرجع له. وأنا لا أحب أن أستطرد في هذا الأمر في هذا المقطع، ولكن لعلي أقول لهم أن دينكم والله قد اتضحت لكم الصورة، سواء من القيادات أو من الأفراد، يجب وبات عليكم أن تؤمنوا بأن دينكم هو دين ركيك، ودين والله العظيم ليس إلا دين كرتوني، دين بلاستيك، سهل جدا أن يتكسر في أي لحظة هذا الدين، ولن ينصر والله أمة ولا عقيدة إذا كان هذا الدين يقاتل اليمنيين والمسلمين ويظهر بشعار ليس بشعار للرسول صلى الله عليه وسلم، الموت لأمريكا والموت. وعندما تحدث معهم عن هذا الشعار أنكم منين ابتدأتموه، قالوا نحن نغيظ به أعداء الله. إذا كنت تغيظ به أعداء الله فلا تقل هذا إلا عندما تستير في مشكلة ولا شيء. لا لا يوجد، فقلها وأنت تقتل اليهود والنصارى كما تقول، بل إنهم يقولون الموت لإسرائيل. إسرائيل مات منذ آلاف السنين، يعقوب بن إسحاق عليه السلام، وحتى الله عز وجل في القرآن لا يسميهم إسرائيل. أنتم تعترفون بأن لهم دولة عندما تقولون إسرائيل، قولوا يهودا، قولوا الصهاينة، قولوا بنو إسرائيل، لكن هناك فلة كبيرة للأسف من اليمنيين لديهم قلة وعي وإدراك، ولذلك سهل جدا اختراق عقولهم وتدنيس أفكارهم والسيطرة عليها، ونسأل الله لهم الهداية، فإن لم يهتدوا فوالله ما بيننا وبينهم إلا، لأن والله سنقف
وسنجعل رقابنا دون رقاب إخواننا من أهل السنة ودماءنا دون دمائهم، لنقف أمام هذا المد الرافضي الذي يريد أن يتوغل في بلاد اليمن من أجل فقط أن يقيم دولة إمامية أو ما شابه ذلك. والله لن يقاتلوا يهودا ولا نصارى كما فعل أسلافهم في العراق وفي حزب الله، ولنا عبرة بما يفعلون في اليمن. والله إن هناك بعض المقاطع أني أراها أنها تقطع القلب، كأولئك الذين يدخل اثنين أو ثلاثة من الشيعة يدخلون في مساجد السنة في التراويح ثم يوقف صلاة التراويح، وأسفا أنهم اثنين أو ثلاثة والمسجد فيه أكثر من 50 إلى 100 شخص، ثم يخضعون لهؤلاء وهم يأمرونهم بأن يوقفوا صلاة التراويح. يعني كنا نعتقد ونأمل أن تأخذون هؤلاء الذين دخلوا عليكم وتربطونهم عند باب المسجد أو في المروحة أو في أي مكان أو تشنق شنقا كيف يتجرع على مساجدكم، لكنكم خضعتم في البداية ورضيتم بالذل فأصبحتم في هذا الموقف. والله ما يستحق أن يربط عند أبواب المسجد إلا أنتم يا من سكتتم ورضيتم بأن يدخل ويوقف صلاتكم. هذه ذل ومهونة، ومثلتم السنة مثالا زائفا وحقيرا وجبانا بهذا الموقف المخزي، عندما يأتيكم مثل هذا الشرذمة ويريد منكم أن توقفوا صلاة التراويح فتبقون تطلبونه وتقولون وماذا نفعل والكلام الذي تعلمون ما قلته. ولكن بإذن الله أن يثأر لكم أيها الضعفاء إخوتكم أهل السنة الصادقين الشجعان الذين هم الأعزة وهم أبناء الدين الصحيح وليس أنتم. ولعلي هنا أوجه رسالة إلى قبائل اليمن، تلك القبائل العتية، حتى عامة جنوب اليمن بشكل عام وشرق اليمن ومنطقة مأرب التي يوجد بها القبائل العتية والأصيلة والتي يضرب بها المثل في الشجاعة وفي كثير من الأمور الحميدة. إلى متى وأنتم تبقون خانعين خاضعين لحكومة بن سلمان ولحكومة بن زايد، وأنتم تعلمون يقينا أنهم يشترون ذممكم وأنهم فقط يريدون استنزاف ثرواتكم؟ والله أنكم تعلمون أنهم لا يدافعون عنكم محبة لكم، وأنتم تعلمون أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهم أخطر من اليهود والنصارى. فحتى متى وأنتم ستبقون خانعين تقولون نريد أن ندافع عن أرضنا من الحوثي؟ دافعوا عن أرضكم نعم من الحوثي، ولكن دافعوا بمقاتليكم، دافعوا بتعاونكم مع من يريد تحكيم شرع الله. اجعلوا لكم إماما وقائدا يحكم فيكم شريعة الله، ثم قاتلوا من أجل شريعة الله لتكون كلمة الله هي العليا، وسينصركم الله. أما أن تبقوا في تحالفكم مع هؤلاء الطواغيت الذين والله إن الحوثي أشرف منهم 100 مرة، هؤلاء يقاتلون الإسلام والمسلمين على مدى التاريخ، هؤلاء أخطروا على الإسلام من اليهود والنصارى وأنتم تعلمون. فهذا يقيم الديانة الإبراهيمية في دبي ويريد أن يجمع، وهؤلاء كما تعلمون ينشر الفساد في بلاد الحرمين لعنة الله عليه ابن سلمان وعلى حاشيته. فإني أقول لكم تبرؤوا وانفضوا غبار الذل واغسلوا أيديكم واغتسلوا من موالاتكم لهؤلاء، فإنكم والله ستكونون في ردة بموالاتكم لهؤلاء. يجب عليكم أن تلتموا مع من يريد تحكيم شريعة الله عز وجل، أو أن أنتم بأنفسكم تقيمون شريعة الله وحدود الله عز وجل وسينصركم الله، وإن قتلتم دون ذلك فأنتم الشهداء حقا، وليس الحوثة وليس من يدعون أنهم شهداء إذا قتل. فالشهيد كما قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذه رسالتي إليكم يا قبائل اليمن في الجنوب وفي حضرموت وفي المكلا، يأخذون عليكم جزيرة سوقطرة الإمارات بكل سهولة ويقيمون نقاط التفتيش في أراضيكم
وأنتم صامتون خانعون. والله ما كان أهل اليمن في يوم من الأيام أهل ذل وأهل خوف، فلا تجعلوا التاريخ يذكر لأحفادكم ولأبنائكم أنكم كنتم كذلك. فلعلي أخرج من هذا الموضوع وأوجه الآن رسالة إلى إخوتي في بلاد الحرمين، خاصة أني لم أعد أستطع أن أخرج تسجيلا تلو الآخر بالطريقة السابقة، لأني لا أملك السهولة التي كنت أملكها في السابق، فكل مرحلة ستكون أصعب حتى يتم النصر أو حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فلعلي أوجه رسالة لإخوتي في بلاد الحرمين. والله يا أخوتنا في بلاد الحرمين، إن كلما نتذكر ما يحصل في تلك البلاد الطاهرة، أرض البطولات، الأرض التي انطلقت منها الرسالة، ثم غزونا كل بقاع الأرض، إني أتحسر وأكاد أحترق وأبكي دما ودمعا على إخوتي في بلاد الحرمين. بل إن منكم الآن من هم من أهلي ومن أقاربي ومن المجتمع الذي يحيط بي، وهو يراني وهو يقول أنا تخيلت الحين في ناس كثير يطالعني ويعرفني من الجماعة، من الأقارب، من عيال عمي، من عيال خالي، من الناس اللي يشوفني الحين يقول عليك لعنة الله، تركت أهلك وخليت عيالك وأمك، وانت وش دخلك؟ وش كان جلست وصدرت؟ والله يا اخوك انا نحب اهالينا وانا نحب امهاتنا، والله اعلم ببرنا وبمحبتنا لهم وابنائنا، ولكن قد رزقنا الله عز وجل باننا نحب الله عز وجل حبا جما اكثر مما نحب اهالينا، وهذه نعمة من الله. وضعه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، ونسيت أحبابي وكل أحبتي، ونسيت نفسي خوفا أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. ضعه آذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. وعزائم الرجال وهممها ترى ما يمسو، أنت يمكنك أملك ونفسك بس أنك تعيش حياة زهيدة، ولا زي ما تسميها حياة كريمة لين تموت. أما نحن بفضل الله عز وجل قد حملنا هم الأمة، نسأل الله أن نكون كفؤا لذلك، وما والله استطعنا أن نصبر على أن نرى ما يحصل في بلاد الحرمين. وإلا أنت تعلم أنت وغيرك أن بإمكاني أني أبقى، فمن وده، من بوده أن يترك بيته وأبنائه وأهله وأرضه وأمه وزوجه وأخوانه والمجتمع الذي عاش فيه لي 40 سنة أن يتركه بهذه الطريقة؟ بل ويذهب إلى أين؟ إلى أرض فيها جنة؟ بل يذهب إلى أرض فيها حروب وأرض لا يوجد بها أمانا أبدا؟ لكننا نحتسب أجرنا عند الله عز وجل، ونسأل الله أن نكون مخلصين في عملنا وغير مرائين، وأن يثبتنا على هذا القول حتى نلقاه. وإنا والله على ثقة بأن نصر الله قريب جدا بإذن الله الواحد الأحد، لأن هناك كثير من الأخوة من يعني المجتمع اللي كنت فيه، أقاربي، جماعتي، ناسي، الناس، أهل بلاد الحرمين بشكل عام، أنا أعرف حديث المجالس يتحدثون يعني كأنهم قطيع غنم يبحث عن الأكل، عن الوظيفة، عن المال، عن كيف تعيش. الناس من يمينك ويسرك، يجب أنك توفر لك منزل، يجب أنك تقاتل من أجل أنك تفكر في حياتك كلها من أجل هذه الدنيا، ولا تجعل لنفسك ما تقدمه لآخرتك. والله عز وجل أخبرنا أننا سنفتن في هذه الدنيا ولكننا في غفلة. من يصدق أن بلاد الحرمين أصبحت بهذه المهزلة التي نعيشها الآن؟ الكثير يعلم لكنه يغض الطرف، يقول أريد أن أعيش أنا وأبنائي وأسرتي. والله لن تستطيع أن تحمي بيتك وعرضك فيما بعد
بسبب سكوتك وخنوعك وذلك. يعني بدأنا بموسم الترفيه ثم مغنين ثم حفلات لمغنين ومطربين سعوديين ثم مطربين عرب، ثم بدأنا في استقطاب الغرب، ثم الفرقة الكورية مدري الصينية ثم اليابانية ثم الأمريكية، ثم بدأت تدخل إلينا فرق شواذ، ثم بدأوا يدخلون إلينا كل الفرق المنحلة ومن يتابعهم ويحضر الجمهور إلا أبناؤنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا. ثم بدأوا يخرجون من لدنا المشهورة الفلانية والمشهورة الفلانية والمشهور الفلاني ويتابعونهم بالملايين من بناتنا ومن شبابنا، وبدأنا نصمت ونقول سيسخر الله الأمر. أقصى ما يمكن يفعل أحدكم أنه في المجلس أنه يقول حسبنا الله على بن سلمان ويسكت، وكأنه قد أبرأ ذمته لله عز وجل. ثم اسكت وابقى فيما أنت فيه. ثم بدأت تزداد الموجة علينا حتى وصلنا يعني آخر مقطع وصلت إليه بلاد الحرمين استضافة رجل إباحي ويصور الطائرة الخاصة التي أتت من أجل أن تستقبله. إباحي يعني رجل يصور الفاحشة وهو عاري، بل إنه يتكلم في الرياض عندما استقبل الشباب يريد أن يقبلهم، ثم يقول نريد أن نعمل اغتصاب جماعي فقد تعودت على هذا. والعياذ بالله، سامحوني أني أقول مثل هذا الكلام، والله المفروض أني أترفع أني أقوله، لكن يجب أن تعلموا أن هذا يحصل في بلاد الحرمين في تلك الأرض الطاهرة منبع الرسالة. أصبحت في يد غلمان أطفال يريدون أن يميلون بنا ميلا عظيما، يريدون أن يصنعون منا شعبا غربيا مرتدا عن دين الله عز وجل، لا يعلم من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. هذا ما يريده محمد بن سلمان. ثم إذا أنا اعتبروني زي ما قالوا خارجي من الخوارج، أنا رجل من الخوارج رغم أنكم لا تعلمون منهم الخوارج، وهم طوائف كثيرة وقد قرأنا فيهم من أجل أن نحاول أن نزكي أنفسنا من هذا الشيء، وبفضل الله نحن بعيدين كل البعد عن هذه التهمة. لكن دعوا لنهب أننا من الخوارج، ماذا أنتم ستفعلون؟ ماذا ستصنعون لنصرة بلاد الحرمين؟ تنتظرون ماذا؟ هذا بلاد الحرمين تصل إلى مرحلة من الانحطاط والانسلاخ إذا كان وجد، كما رأيتم في بعض المقاطع يصورون الملابس الداخلية أكرمكم الله وأجل أسماعكم وأبصاركم، لكن يجب أن أقول هذا الحديث، يصورونها في المراقص وفي كل مكان. إلى هنا وصلت بلاد الحرمين. ويصمتون أولئك العلماء الربانيون، العلماء الصادقين الذين يدافعون عن قضايا الأمة في شرق الأرض وغربها، الذين دائما ما نراهم في التلفاز يتحدثون عما يحصل لإخواننا في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير وفي بورما وفي بلاد القوقاز وفي أرض الكنانة وفي اليمن، دائما يتحدثون عنها. خطبهم جلجلت المساجد والمنابر وهم يتحدثون عن قضايا الأمة. لقد أحيوا فينا مبدأ الولاء والبراء. هيئة كبار العلماء هم دائما يتحدثون عن مبدأ التوحيد والكفر بالطواغيت وعقيدة الولاء والبراء، دائما ما يتحدثون عن الربا وعن البنوك الربوية، دائما يتحدثون عن شريعة الله، دائما يتحدثون عن تطبيق الحدود في بلاد الحرمين، دائما ينكرون المنكر ويطالبون بهيئة الأمر بالمعروف أن تعود، دائما يتحدثون عن تغريب المجتمع الممنهج، ويتحدثون عن تزييف الكتب في المدارس وهم يعلمون أن كل عام تغير فيه المناهج إلى الأسوأ ويلغى فيها. كنا ندرس 5 كتب، التوحيد والفقه والتفسير والتجويد، أصبحت الآن كتاب واحد ولا يوجد فيه من الإسلام إلا رموز. ألغيت المناهج وألغي كل شيء، وهؤلاء العلماء ينكرون ويقفون كالجبال ويتحملون عواقب نكرانهم لهذه الذنوب ويتحملون السجون. نعم، هذا ما رأيناه من هيئة كبار العلماء وهم يدافعون عن قضايا الأمة، وهم يتحدثون عن الفساد الذي يحل بالأمة. يتم نشر خلال الأشهر السابقة مقاطع للفوزان ولبعض من العلماء هم يتحدثون عن الترفيه ويقولون تم الإنكار من قبل الفوزان،
والله إن هذه المقاطع التي تابعها مئات الألوف أنه لم يتم الإنكار إلا قبل 5 سنوات أو أكثر عند بداية هذه الهيئة، أما الآن فوالله لن يستطيعوا أن ينكروا. خانوا الأمة وسكتوا وجبنوا، بل ليتهم سكتوا. لا، فوق ذلك يخرجون فيديوهات ويمجدون هؤلاء الطواغيت الذين يقاتلون دين الله في هذه الأرض وفي هذه البقعة وفي كل مكان، يقاتلون دين الله ويدعمون العلمانيين والليبراليين في شتى بقاع الأرض. كانوا يدعمون في المغرب العربي ليبيا ما يسمى بحفتر اللواء حفتر، وهو علماني يقاتل أهل السنة، ويدعمونه بالمال والسلاح، ويدعمون السيسي، ويدعمون كل من هو علماني ويقاتل الإسلام والمسلمين. هذه الدولة الأخطر على بلاد الإسلام حكومة بن سلمان. والله إنا لمنتقمون أو لنهلك دون ذلك بإذن الله حتى يتم النصر. فعيد الرسالة على شباب وأرض بلاد الحرمين، وإنا والله نعلم أن منكم شبابا غيورا لا يتحمل ما يحصل، لكنه يلتمس لنفسه العذر أني سأبقى صامتا. والله إن بقيت صامتا أنك ستخرج ذات يوم وأنت في الشارع تطأطئ رأسك، لا تريد أن يعرفك أحدا، لأنك ابنة عمك أو قريبتك أو ربما تكون أختك أصبحت ممن يظهرون في الجوالات وأصبحت لها قصة أو هكذا. هكذا نحن سنعيش في السنوات المقبلة إذا صمتنا. إذا كانوا بدأوا بالاختلاط في المدارس بين الأطفال أولى وثانية وثالثة، ما هي الخطة القادمة؟ رابعة وخامسة وسادسة، ثم ماذا؟ ثم المتوسط. ثم نحن كلنا نعلم بدون استثناء أن حكومتنا تريد أن تصنع منا شعبا غربيا، يريدون أن ينتشر بيننا الانتحار ونسمع بمستشفيات للإيدز والتحرش الجنسي. ها هم أقاموا الآن مكافحة التحرش، وكنا قد تحدثنا في السابق عن ذلك. ثم يأتون لنا بإعلام يدافع عنهم ويزيف الصورة 20-30 صورة 20. أنا سمعت فيصل بن خالد، الأمير فيصل بن خالد، أنا ذكرت لكم في تسجيل سابق أنهم أي عمل يفعلونه يقولون هذه من رؤية 20-30. فرأيت قبل أسبوعين مقطع لفيصل بن خالد بعد تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم، ويقول تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم من رؤية 20-30. يستحمرون عقولكم والله العظيم بشكل غير طبيعي. تأهلنا لكأس العالم 5 مرات، يعني هذه من رؤية 20-30. أي شيء يحدث مشروع يقوم فيه يقول لك من 20-30، الناس تلتفت يقول والله الرؤية هذه فيه تطورات وفيه شيء. ضحك على العقول بشكل غريب. أمور كثيرة بس ما أبغى أتحدث فيها الرؤية هذه التي والله ليست إلا تقاربا لاستيطان اليهود في نيوم، وفي كما يفعل مرسي في الحدود في سيناء وفي قريب من غزة، محاولة تهجير المناطق التي هناك، وهي خطط في على الأقل من وجهة نظري لها أبعاد لدى اليهود من أجل الاستيطان فيها فيما بعد. ثم أيضا ذكرت لكم في تسجيل سابق أن حكام الدول العربية والخليجية والإيرانيين وهؤلاء أن بينهم هناك مشاكل، لكن من أجل الحرب على الإسلام والمسلمين فهم يتحدون عندما تكون المشكلة أعظم. ولنا مثال بأردوغان عندما أتى إلى السعود إلى بلاد الحرمين قبل أيام، ثم فعل اجتماعا مع بن سلمان، وهم كان بينهم ما كان وكلكم تعلمون. حتى الآن أصبح الذباب الإلكتروني والإعلاميين الذين لديهم قنوات يدافعون عن حكومة بن سعود أصبحوا في موقف مخزي لا يحسدون عليه. فلكم عبرة، ولكن نسأل الله أن ينتقم وأن يحفظ إخواننا وأخواتنا في بلاد الحرمين. اللهم احفظ أخواتنا وبناتنا في بلاد الحرمين. اللهم إنه قد عز الناصر، اللهم إنها قد تجمعت وتكالبت علينا أعداء الملة من المنافقين ومن الروافض ومن المرتدين ومن اليهود والنصارى والبوذيين وكل الطوائف مجتمعة على حربنا. يا الله، اللهم فكن لدينك واحمي أعراض دينك ومحارم دينك يا رب العالمين. بلاد الحرمين تنتهك أعراضها وشبابها أصبح مغيب، يعني الآن في 6 سنوات دنست عقول ناس أعمارهم فوق 40 سنة.
تجلس مع ناس مثقف ولا رجل صار يتكلم يقول لك الصحوه الصحوه، ضحك عليه حتى بالصحوه، برامج علماء ويجيبون عايض القرن يقول لك هذا الصحوه، الصحوه كانت ابن باز وابن عثيمين وكل اللي كانوا في السعوديه من مشايخ في ذيك الفتره كلهم كانوا قوه قاده للصحوه. سواء انا اتفق مع مناهج ما كانت لها الصحوه، لكن هذه هي الصحوه التي ياتون بعايض القرني واثنين ثلاثه يقول لك اعتذر وانت كنت معقول عايض القرني كان يقود الدوله؟ تصدقون؟ ماذا اتحدث عنه وعن ماذا اسكت؟ والله العظيم اني لا اعلم ولا حضرت لاي شيء اتكلم فيه. لكن من لنا يا اهل السنه؟ من لنا؟ يعني الشيعه لهم مرجعيه، ايران تدافع وتنافح عن الشيعه في كل مكان. وتدعم اقتصاديا ولوجستيا وعسكريا واستخباراتيا وبكل ما تستطيع، لكن اهل السنه تقاتل من كل. المشكله ان كثير من الشيعه يعتقد ان اهل السنه انهم بلاد الحرمين الحكومه او العلماء الذين نراهم. لذلك اذا تحاجوا ضد بعض يقول انظر اليكم متوالين مع اليهود والنصارى وتتحدثون باسم السنه. والله انا نبرأ الى الله من هؤلاء الحكام وانهم لا يمثلون الا المنافقين والمرتدين. وويلا لكم يا من اتبعتموهم والله لن ينفعوكم يوم القيامه اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والله انهم سيتبرؤون منكم وانكم واياهم في العذاب سواء. ان فرعون وهامان وجنودهما العذاب، كل من يكون مع هذه الحكومة فسيعمه العذاب معه. ثم أنه نعلم كلنا، يعني في ناس الآن عنده فكرة أن يجب أنك تعيش وتأكل وتشرب والحكومة هذه مستمرة يعني وصلوا إلى مرحلة لا يعلمون أن هناك سننا كونية يجب أن تأخذ مجراها. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، تلك سنة الله في الذين خلوا من قبلكم. يذكر لنا الله قصص ثم يخبرنا أنها سنن كونية يجب أن تتكرر. فكلنا نعلم يقينا يا من نصدق بكتاب الله بالقرآن أن هذا العصر القادم هو عصر نصر للإسلام والمسلمين. والله لن يستمر محمد بن سلمان في زحفه حتى وإن أخذتكم الدنيا وزخرفها وبدأتم تعتقدون أنه يجب أنك تحتوي نفسك وأبنائك وتؤمن مستقبلك. والله العظيم أن نصر الله أقرب مما تتصورون. كثير من الناس الآن يعتقد أن الله غافلا عن من هم في المعتقلات لعشرات السنين، أن الله غافلا عن ما يحصل ليتامى فلسطين أو أيام سوريا أو ثكالى أفغانستان الذين يبكون لسنوات، أو أطفال اليمن، أو من يتموا في أي بقعة كانت. أتحسبون الله غافلا عما يعمل الظالمون؟ إن الله أخبرنا أنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه. إن الله أخبرنا في كثير من المواضع، في كثير من المواضع في القرآن الكريم أن سنن الله لن تتبدل، وأنه إذا حدث أمر هكذا فإن الله يأمر المترفين أن يفسقوا في تلك الأرض من أجل أن يعمها العذاب. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فأهيب بكم يا بلاد الحرمين، لأن والله محمد بن سلمان يعني احتوى شيوخ القبائل ونواب القبائل وعريفة، بعض القبائل يسمونها عريفة، عريفة القبيلة والعمدة وهكذا، وهو يظن بهذا أنه قد اشترى ذمم الأحرار من بلاد الحرمين، وما يعلم أنها ستخرج الشرارة من حيث لا يعلم، وأن شعب الحرمين إذا اتقت فإنه سيتقد العالم كله مع نهوض بلاد الحرمين، وستتغير خارطة العالم كله بإذن الله إذا نهض الصادقين من بلاد الحرمين. هو يعتقد أنه قد تسلط على الشعب وأنه لا أحد يستطيع الحديث، وأنه عندما أقام السجون والمعتقلات وبدأ يبطش ورأى كثيرا من الضعفاء والعبيد الذين يتسابقون لخدمته سواء ممن يسمون العلماء أو مشائخ قبائل أو أعيانا أو مشاهير، فيعتقد أنه بهذا قد احتوى كل شيء. هو ضعيف ورجل يعني دائما
تركيا للشيخ محمد بن سلمان وشلتهم هذا اللي حدث على أسنان سفهاء الأحلام. حلو ما أنه يشتري لوحة بذاك الكرام، حلو ما أنه يصنع أكبر زحليقة في العالم، أنه يصنع أكبر كمامة يدخل في موسوعة جينيس. أحلام سفهاء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله أنها تنطبق عليهم. يقتلون أهل ليبيا وأهل مصر وأهل اليمن وأهل سوريا ويقاتلون المسلمين ويقطعون اللي يريدون أحشاءه من أبناء الشعب، ولم يقتلوا يهوديين ولا نصرانيين وأهل الأوثان سليمين منهم. يطبقون الأحاديث ويأتون يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. لكن ما أعلم إلى أي مرحلة سنصل. ولم يقتلوا يهوديين ولا نصرانيين وأهل الأوثان سليمين منهم. يطبقون الأحاديث ويأتون يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. لكن ما أعلم إلى أي مرحلة سنصل. أنا لعلي في هذا التسجيل قد أطلت، وقد يكون هناك مواضيع كان أفضل أو أهم أني أتطرق إليها من بعض ما تطرقت إليه، لكن والله ما حضرت أبدا، وبإذن الله أن يكون لي تسجيل قريب. أنا لا أعلم، خاصة أني في مرحلة قد تكون أصعب من المراحل السابقة، وما أعلم هل أستطيع أني أسجل في الفترة القريبة، لكن لعلي أذكركم يا أخواننا في بلاد الحرمين بشكل خاص وفي شتى بقاع الأرض، لكن بلاد الحرمين إنا ما زلنا نرجو أنكم يجب أن تنهضون وتضعون لكم يوما، وأن تخططوا وتهيئوا من أنفسكم أن تصنعوا مجدا تليدا تعيدون به أمجادا لأمة الإسلام. أما أن تبقون خانعين، يعني بفضل الله أنا أعلم أن هناك أكثر من 60 أو 70% من شعب بلاد الحرمين، وأقسم على ذلك غير راضي بما يحصل من مهزلة. طبعا يا أخواني المقطع قد يكون إنتاج سيء وهناك موضوع دخل متأخر وهكذا، ولكن الإنتاج كما ذكرت سيكون سيء أو غير جيد، لكن لا أملك الإمكانيات التي من خلالها أستطيع أن أفعل أكثر مما ترون، فأعتذر منكم لهذا الأمر، وأشكر لكم طيب استماعكم، سواء يعني من كان من الموحدين الصادقين أشكر له ذلك، وأما من استمر لأكثر من نصف ساعة وهو يستمع بحرقة فأسأل الله أن يزيدك أو يهديك، إن كان سيهديك أو أن يزيدك حرقة، والله إنا سنسلط عليك أنت وأمثالك في القريب العاجل بإذن الله. يعني أنا تذكرت أحدهم التعليقات، كان في تعليقات كثيرة، يعني خليك يقول هذول مجاني، اللي يقول هذا مخابرات أمريكية، واللي يقول إيرانية، واللي، لكن كلها كانت ند، وتعليق واحد كان ند ثاني، واحد يقول الرجل يسب في بن سلمان كذا في تعليق، ويسب في الحوثي وهو بين الحوثي، ثم أنه لديه فكر خارجي، هذا مرسول من إيران بطريقة يسمها دراماتيكية، مدري كيف حط كلمات غريبة، ثم قال الحمد لله نحن شعب السعودية شعب واعي، ولا يمكن أن تنطلي علينا هذه الخطة، وقد اكتشفنا من هذا الرجل من طرف رجل ما شاء الله عليه، واضح أنه علامة زمانه، رجل عبقري، يليت بن سلمان يحطه قريب منه. فأعتذر من الصادقين الموحدين على الإطالة أو على أي خطأ لغوي أو ما شابه ذلك، ولنا لقاء بإذن الله في العهد القريب، وكما أخبرتكم أن لدي قناة احتياطية سأضعها في الوصف، اشتركوا فيها، وقناة أخرى في التليجرام، والتليجرام سيكون المساحة أوسع وبإمكاننا نتحدث فيه بأكثر طلاقة، ولأن تعرفون الفرق بين هذه وتلك.